يعني انتج في السعوديه الان الاسود البيض كنوادر، الاسود العاديه، الاسود الاسيويه، النمور السيبيريه، النمور البنغاليه، الليبردات، الجاكوار الاسود، كل هذه انتج في السعوديه، السيرفال كات الافريقي النادر، كل هذه انتج في السعوديه الان منتجه موجوده والحمد لله. كل هذه يعني تم استوطانها في الاسر وانتجت في الاسر. الزرافات انتجت، غزلان بجميع انواعها، الجواميس بجميع انواعها، طبعا نتكلم عن البري، موجوده وانتجت وبانتاج جدا ممتاز مقارنه، لان كل الحيوانات الافريقيه بالذات فهي بيئتها مقاربه للبيئه الصحراويه الموجوده في السعوديه، فانتاجها صار سهل جدا، بس تحتاج الى جيب الحيوان وحطه، بس وفر البيئه البسيطه من ناحيه غذاء والعلاج اللازم والمساحات الكافيه، حينتج بدون اي مشاكل. شوي عشان اعطيك الربعة. طيب كذا بشوي.